بمناسبة اختتام الموسم الدراسي، نظمت مدرسة الهداية في زوريخ حفلها السنوي احتفاء بتلاميذ المؤسسة لمكافأتهم على أداء موسم دراسي متميز، وبهدف تحبيبهم وتشجيعهم بطرق مشوقة في المجيء إلى المدرسة صبيحة كل يوم أحد، وذلك بحضور بعض أولياء أمورهم وأطر المدرسة. هذا الحفل هو بالدرجة الأولى احتفال بهؤلاء التلاميذ على اعتبار المجهودات الجبارة التي يبذلونها طيلة الموسم الدراسي. حفل فيه فقرات متنوعة، هناك ألعاب ترفيهية، مسابقات ثقافية، أناشيد، وجبات وأكل على الشاكلة المغربية، ثم هناك هدايا. بالنسبة لموضوع الهدايا كما تكلمنا مع الأخ من قبل، فهو يختلف عما هو عليه الحال في بلدنا المغرب الحبيب وفي البلدان العربية الأخرى، على اعتبار أن هناك يعني يتم الاحتفاء فقط بالتلاميذ الذين تفوقوا في كل مواد أو في جلها. الأمر يختلف هنا، أو على الأقل في مدرسة الهداية الأمر يختلف. صحيح أن النتائج المحصل عليها والتحصيل العلمي بصفة عامة مختلف ومتباين من تلميذ إلى آخر، ولكن الهدايا للجميع لا نستثني فيها أحدا، لأنه أن يأتيك التلميذ أو الطفل صبيحة كل يوم أحد هو يوم عطلة من بعد واحد الأسبوع دراسي في المدارس الحكومية اللي كيكون بعض المرات شاق وطويل، ناهيك عن التمارين المنزلية والمواضيع التي يجب تحضيرها في المنزل، ومع ذلك تجدهم يواظبون على الحضور، بل هناك من الأطفال من يلح على أبائه من أجل الاستيقاظ باكرا والحضور لمواكبة حصص اللغة العربية، القرآن والتربية الإسلامية. فأقل ما يمكن يتقدم لهذا الأطفال هو هذا الحفل البسيط وهذه الهدايا المتواضعة. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. استهل الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها بعد ذلك كلمة لمدير المدرسة رحب فيها بجميع الحاضرين، مذكرا في الوقت ذاته بالنشاطات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذا الموسم. كما عرف الحفل إجراء مسابقات ثقافية وألعاب فنية ورياضية حملت توقيع تلاميذ وأطر المؤسسة. نعمل يعني بكل جهد لإنجاح هذه المدرسة، والتي نرجى من الله عز وجل أن تعود على فردات أكبادنا بالخير إن شاء الله في تعلم عقيدتهم ودينهم ولغتهم العربية، ولا ألا ينسوا أصلهم وأصل آبائهم وأجدادهم. والحمد لله الإخوة يعني تساهم بكل ما عندها من طاقة، والله يعني لا يخفى على الجميع ان في الغربه، في غربه لما نقول احنا في غربه، صعب على الواحد انه شغال طول الاسبوع ويوم الراحه انه يكمل يشتغل، لكن الحمد لله الاخوه كان عندها وعي، والحمد لله يعني هذا هو توفيق من الله عز وجل انه الانسان يعمل في سبيل الله. تعلمنا بزاف في هذه المدرسه، واليوم داروا لنا الحفله نهايه السنه وعجبنا الحال بزاف، فرقوا علينا لي كادو وكنشكرهم بزاف. ونوه آباء وأولياء التلاميذ بالمجهودات الجبارة التي يبذلها أطر المؤسسة في تعليم أبنائهم اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، معتبرين أن مثل هذه المؤسسات تساهم في تمسك الناشئين بلغتهم ودينهم في ظل زحمة اختلاف الألسن والثقافات في سويسرا. السلام عليكم، انا ام دعاء. دعاء جات لهذه المدرسه من 6 سنين، وكنشكروا هذه الجمعيه لانها فتحت الابواب ديالها لاولادنا في هذا البلد الغير مسلم، انهم كيتعلموا اللغه العربيه والدين والتربيه والقران، وكنشكرهم بزاف الاساتذه والمشرفين على هذه المدرسه كثير كثير، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اليوم كان الحفل نهاية الموسم الدراسي بمدرسة الهداية بزوريخ، اللي كنشكروا الإخوان المسؤولين على هذه الجمعية هذه اللي داروا عدة أنشطة باش خلاو الدراري فرحانين، فيها هدايا وكان أكل وكان مرح. اليوم اللي كنشكرهم جزيل الشكر على هذه الأنشطة ديالهم، ونطلبوا الله عز وجل يسلم الأمر ديالهم.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على جميع التلاميذ بمختلف الأقسام من الروض إلى القسم الخامس، وقد بدت البهجة واضحة على وجوه التلاميذ تعبيرا منهم عن الرضا والسعادة، ضاربين موعدا جديدا مع العطاء والجهد والتحصيل العلمي خلال الموسم الدراسي المقبل. احتفال ترمي من ورائه إدارة المدرسة إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، مكافأة التلاميذ على المجهودات التي يبذلونها طيلة السنة سواء على مستوى المدارس الحكومية السويسرية أو على مستوى مدرسة الهداية من جهة، وتحبيبهم وتحفيزهم للذهاب صبيحة كل يوم أحد للمدرسة لتعلم اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي من جهة ثانية، وبالتالي ربطهم بالمسجد باعتباره المكان الأفضل للتربية الصحيحة. لقناة مغاربة العالم، الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.